This one, Aroy? أول حاجة عندنا وهي عندها يا جماعة ضفادع. النهارده احنا في واحد من اكبر اسواق الاكل في تايلاند عشان نجرب واحده من اغرب الاكلات. من 5 سنين عشت هنا تقريبا شهرين في تايلاند وجربت اكل غريب، منهم صراصير، منهم رز معجن بس الناس هنا بتاكله، منهم مانجا نيه، مانجا سبايسي، مانجا خضراء، حاجات كتير لدرجه ان هم هنا في الاكل بيحطوا مكعبات دم متجمده. انا مش باكل الكلام ده الصراحه. ورج فراخ، خلينا نجرب وندوق مع بعض ونشوف ايه اغرب حاجه بالنسبه لكم، هل ممكن تجربوا حاجه زي دي ولا لا. يلا بينا قبل ما نبدا تنسوش تدونا لايك. هنجرب دلوقتي الكابوريا، طلطعون الحصان اسمه كده، هورس كراب. هورس كراب ده حيوان اقدم من الديناصورات، خلينا نجربه ونشوف طعمه عامل ازاي. من اغرب الحاجات اللي شفتها في تايلاند كلها. ده اللي ساعد العلماء يعملوا الفاكسين بتاع الكورونا النهارده، لان الدم بتاعه ازرق فبيقدروا يشوفوا ويختبروا عليه حاجات كتير قوي. بناكل البيض بتاعه، حيوان في البحر. طعمه مش وحش، سبايسي قوي، بس انت بتاكل بيض، عارف الكافيار؟ هو شبهه اهو. من اغرب الحاجات التانية اللي بياكلوها وهي الكاليماري، بياكلوه هنا مجفف. تخيل تروح تاكل الكاليماري مجفف. هنجرب دلوقتي 3 انواع من الحبار المجفف. مش عارف ياكلهم، الغريب ملوش طعم. الاكل التايلاندي حلو. الو، ده كان طالب عندي في المدرسه لما كنت عايش في تايلاند. Which one is your favorite? This one. الاكله المفضله بالنسبه لها هي الديدان. بصوا بتعبي للناس. هي الاكل هنا بتاخده، يعني الحشرات بتاخده وبتحط عليه زيت وحرفيا ملح وهتقليه دلوقتي وتحطه في كيس. انا مش مستوعب. الحشرات الشهيره في تايلاند عباره عن ديدان، صراصير، جراد، حاجات غريبه. الجراد كنا بنسمع ان في الخليج بياكلوه، بس هنا في ديدان وفي جراد، انواع تانية من الحشرات، في صراصير هناك، صراصير، في خنافس، يعني عندهم خفسة هنا بياكلوها. خفسة هناك اهي، هناك البهارات اهي، وتاكلها يعني تديها لهم في كيس ينقنقوا فيه. هي الحشرات بالنسبة لهم هنا زي سناك او وجبة خفيفة. طيب هنجرب اول حاجة عندنا وهي What is this? طعمه مش وحش خالص. اللي بعده كان في مقولة دايما بتقول لك عمرك ما تعرف حاجة حلوة ولا وحشة غير لما تجرب. دي أحلى. أوكي. دي احلى واحده فيهم زي ما صاحبتي قالت. الحل عشان تاكل الحشرات وصدقني هتعجبك هو انك ما تفكرش فيها انها حشرات. انا اول ما جيت كنت عرفان، بعد كده وهي بتديها لي مع الصربعه مع الفيديو قلبتها فوقي ما حسيتش انها حشرات. الميزه في الحشرات هنا ان هم بيعملوها ببهارات وزيت وبتبقى مقليه، بيعتبروها زي الشيبس كده، بينقنقوا فيها طول اليوم وهم قاعدين. يا انا مش عارف انا بقول ايه، هو قرف طبعا بالنسبه للي ما جربش او اللي ما جاش تايلاند قبل كده، بس صدقوني تستاهل التجربه. لو انت هنا طبعا كله دلوقتي هيعمل لي بلوك ويقول ايه العبيط ده، بس هتفتكروا كلامي لو في يوم جرب. بصوا يعني واحنا واقفين دلوقتي بنصور في اكتر من 30 شخص جم اشتروا، اطفال وعائلات، هنا بالنسبه لهم حاجه عاديه جدا. بص تحط زيت، بعد كده تحط بهارات وتقلبهم وتديهم في الكيس وعلى بقك يا معلم. هي الحشرات مش بس حشرات، هي هنا بتقليهم، يعني الحشرات دي مش جايه نيه، الحشرات دي طالعه من الزيت.
قصة وفيلم وموضوع خرافي. عندها يا جماعة ضفادع. بصوا ضفدعة. ضفدعة كاملة اهي. نو. ضفدعة. ضفدعة. بتقول لي حلوة وبتقنعني اني اجربها. نو. كابكونكا. كابكونكا. انا عرقت. جينا بقى للحاجة اللي انا بفضلها في تايلاند واللي هي بالنسبة لناس كتيرة غريبة، بياكلوا هنا المانجا الناية او المانجا الخضراء. في نفس الوقت بيحطوا عليها بهارات بيخلوها مانجا سبايسي. زي دي مانجا سبايسي. ودي مانجا خضراء، مانجا نية لسه ما استوتش. وانا بالنسبة لي كواحد بيحب الحاجات الحادقة فهي دي بالنسبة لي يعني انا بحبها. انا لما باجي تايلاند بدور على المانجا الخضراء لان المانجا العاديه بتاعتهم مش حلوه، المانجا العاديه في مصر احلى بكتير. اول حاجه وهي المانجا السبايسي، بصوا مانجا حرفيا حاطين عليها شطه. بحبها قوي، اللي بيحب الشطه وبيحب الحاجات المززه فدي اختراع جميل. نجرب بقى اللي من غير شطة. بصوا المانجا خضرة يعني ملهاش علاقة اي بالصفران، مانجا مش مستوية متاخدة من على الشجرة قبل ما البذرة حتى تستوي. انا ممكن اكل كيلو مانجا من دي كل يوم. اللي بيحب الحاجات المززة هتعجبه قوي. هنجرب واحدة دلوقتي من احلى الاكلات اللي دايما بحب اكلها في تايلاند وهي رز معجن مع مانجا وجوزة هند. اتفضل قول لنا رايك. حلو قوي. تقول ايه؟ اقسم بالله فظيع. هو رز بلبن مع مانجا. اغرب حاجه شفتها بتتاكل في تايلاند وهي رجلين الفراخ، يعني دي فرخه عاديه تمام دبوس حاطين لي رجلين فراخ. مش عارف لو مكاني هتاكلوها ولا لا، قولوا لي في الكومنتات ايه رايكم. تكون جولتنا المجنونة الغريبة اللي الصراحة تبان مقرفة بس لو انت في تايلاند هتفهم ازاي ممكن حد ياكل الحاجات دي. طبعا هي مش حاجة عادية ان حد ياكلها بس هي حاجة انصحكم تجربوها. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدوها لايك وشير، واشوفكم في فيديو جديد من بلد عربية جديدة. اخيرا راجعين لبلادنا العربية اللي وحشتنا. الفيديو الجاي او اللي بعده حاولوا تتوقعوا البلد العربية هتكون فين. اشوفكم من هناك. سلام.